خلينا نروح لتمرينة الفريق الأخيرة النهاردة قبل مواجهة سيراميكا بكرة إن شاء الله. معنا زميلنا محمد توفيق من داخل النادي الأهلي. يا محمد مساء الخير، اطمن منك على تمرينة النهاردة وكواليس بقى اليوم الأخير قبل مواجهة سيراميكا بكرة في الجولة العاشرة من بطولة الدوري. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني بضم صوتي لصوتك، زي ما انت شايف تقريبا كل 48 ساعه مباراه، يعني اكبر يعني مهله ما بين مباراتين بتبقى 3 ايام، فطبعا ده مش وقت خالص اي هدم في الفريق، ولكن لازم كلنا اولا يعني بنتكلم بصوت كل جماهير النادي الاهلي واحنا جزء منهم نكون ورا فرقتنا. زي ما انت قلت، انت بتتكلم في 9 اسابيع، الحمد لله 7 مباريات فوز، 2 تعادل، وان شاء الله القادم كمان يكون افضل ويكون الفوز حليف الفريق والتوفيق معاه في كل المباريات. يمكن على طول بعد مباراه سموحه مفيش فرصه، على طول كان تدريب بالامس صباحا، سبقوا طبعا محاضره فيديو، ومن بعده كمان تدريب ما كانش فيه راحه للفريق، والنهارده التدريب يعني زي ما بنقول الاساسي والاخير قبل مباراه سيراميكا كليوباترا باذن الله المقرر لها غدا باذن الله في الجوله العاشره. يعني يمكن معنويات اكثر من رائعه، حاله تركيز تام في الفريق، ان شاء الله كمان تكلل مجهود كل الجهاز الفني واللاعبين بتحقيق الفوز بكره وعوده تاني لنغمه الانتصارات اللي ما غابتش يعني كتير. يا احمد احنا بنتكلم بس في مباراه واحده ما كانش التوفيق مع الفريق وحققنا فيها التعادل، زي ما انت قلت الفريق ما خسرش فيها وان شاء الله ما يخسرش لنهايه الموسم. يمكن النهارده على طول الفريق جمع في تمام 5:30، كان فيه قبل التدريب محاضره الجهاز الفني بيتكلم فيها عن ابرز الجمل الفنيه اللي بيانو ان شاء الله يعني يطبقها بكره. كمان كان في محاضره في ارض الملعب، كابتن سعد حفيظ اتكلم مع اللاعبين عن اهميه المباراه واهميه هذه المرحله. انت بتتكلم احمد ان بكره سيراميكا كليوباترا، يوم الاثنين على طول بيراميدز، يوم الخميس انبي، فما فيش رفاهيه الوقت زي ما كنت بتتكلم، مباراه مضغوطه بشكل كبير جدا. اهم حاجه ربنا يسلم كل لاعبتنا ان شاء الله ويبعد عنهم الاصابات علشان يكون السكواد كامل. كمان عاوزك يعني اطمنك على مجموعه اللاعبين المصابين او الغايبين عن التدريبات هذه الفتره. طاهر محمد طاهر خلاص في يعني زي ما بيقولوا الامطار الاخيره من برنامج تأهيلي، وقريبا جدا ان شاء الله يكون موجود مع الفريق. بيرسي تاو كمان اطمنا عليه، يعني الكابتن الدكتور احمد ابو عابله طبيب الفريق ورئيس الجهاز الطبي اكد لي ان هو ماشي بمعادلات احسن كمان من اللي كانت موضوعه عليه، وان شاء الله هيكون موجود مع الفريق قبل المده اللي كانت محدده لغيابه. كمان يعني مصطفى سعد بيأدي برنامجه التأهيلي بشكل اكثر من رائع. اكرم توفيق بقى يعني ان شاء الله يكون قريبا مع الفريق في اقرب فرصه باذن الله، يمكن من دي وان على طول يا احمد للاصابه. اكرم كان حريص مع الجهاز الطبي هنا في النادي الاهلي انه يوضعوا له يعني برنامج علاجي قبل كمان اجراء العمليه. البرنامج ماشي بشكل كويس، اكرم موجود كل يوم بيعمل يعني علاج طبيعي في الجيم الخاص بالنادي الاهلي مع الجهاز الطبي هنا في النادي عشان يكون جاهز في اي وقت هيكون موجود بيعمل العمليه، يكون جاهز من اول يوم على طول انه يواصل التاهيل ويكون ان شاء الله في اقرب وقت مع الفريق. باستثناء كده كل اللاعبين حالتهم الفنيه والبدنيه والنفسيه اكثر من رائعه. يمكن على طول كلام من الجهاز الفني كابتن سعد حفيظ مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق عن اهميه هذه المرحله. ينقصنا بس يا احمد دعم كل جماهير النادي الاهلي ودعواتهم وتوفيق ربنا اولا واخيرا، وان شاء الله يكون القادم للنادي الاهلي ويبقى دائما النادي الاهلي في المقدمه. اكرم طبعا في الكادر. يمكن من الاخبار اللي كانت معانا النهارده انه طاهر ممكن يكون جاهز قبل ماتش بيراميدز، عندك معلومه ممكن تاكد او تنفي الكلام ده توفيق؟ من طبعا دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي في النادي الاهلي. يعني عشان نتكلم بمنتهى الامانه، هو في سيستم كده بقى جوه الجهاز الفني للنادي الاهلي من مستر مارسيل كولر حاطه لكل المعاونين اللي شغالين معاه، ان هو ما بيحبش يحط مواعيد غير لما يكون شايف اللعيب قدامه في الملعب وشايف انه قادر انه يشارك في المباراه. لكن طاهر زي ما قلت لك المعلومه الاكيده والدقيقه انه خلاص زي ما بيقول في الامطار الاخيره من برنامجه التاهيلي، وان شاء الله قريبا جدا هيكون موجود مع الفريق. ولكن ما نقدرش نجزم انه يكون قبل مباراه بيراميدز، خاصه انها مباراه صعبه جدا، ما اعتقدش ان هيكون في مجازفه غير بالاطمئنان عليه الارض الملعب نفسها. زي ما انا بكلمك دلوقتي حالا يمكن اخر فقره في المران وهي التقسيمه، مشارك فيها جميع اللاعبين باستثناء المصابين. ان شاء الله يكون الجهاز الفني موفق في المجموعه اللي هيختارها ان شاء الله للدخول في معسكر مغلق يعني هذه الليله اللي في احد الفنادق القريبه من ملعب مباراه الاهلي باذن الله غدا على استاد القاهره امام سيراميكا كليوباترا. زي ما قلت لك يتبقى فقط دعم كل جماهير النادي الاهلي وتوفيق ربنا اولا واخيرا، وان شاء الله يا احمد القادم افضل، وطول ما جمهور النادي الاهلي في ظهر لعيبته وفي ظهر نادي اعتقد ما فيش اي خوف على فريق النادي الاهلي سواء في كره القدم او اي لعبه ثانيه باذن الله رب العالمين. حقيقي بشكرك زميل عزيز محمد توفيق من نادي الاهلي الجزيره.